طبعا في ناس كتير جالها احباط بسبب مواصفات الصورة المطلوبة للهجرة العشوائية. في الفيديو ده بقى هخليك تعدل الصورة للمواصفات المطلوبة للهجرة العشوائية في اقل من دقيقة، والصورة هتطلع صحيحة وسليمة 100% وهتتقبل في الموقع، وان شاء الله يا رب يتم قبولك. لو عايز تعرف ازاي تعدل الصورة دي خليك معايا، هوريك ازاي تعدل الصورة للمواصفات المطلوبة للهجرة العشوائية. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدرى عزت. في الحلقة دي في خطوة واحدة بس هتعملها علشان تقدر تعدل الصورة بتاعتك للمواصفات المطلوبة علشان تقدر تقدم على الهجرة العشوائية أو اللوترية الأمريكية. بس يا ريت اللي يشوفني أول مرة تنزل حالا نوت على العلامة الحمراء اللي تحت اللي مكتوب عليها اشتراك أو سبسكرايب، تعلم عليها وتعمل لي لايك لو هيعجبك الفيديو. ما تعمليش لايك دلوقتي، لو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل لي لايك، ولو محتاج اي سؤال او عندك اي سؤال يا ريت تكتب لي في التعليقات تحت. تعالى بقى اما اقول لك هتعمل الصوره ازاي. مش هدخلك بقى على الويب بتاع الكمبيوتر او اي صفحه من صفحات الكمبيوتر واقول لك القصه ايه والحكايه ايه والمواصفات لازم تكون عامله ازاي. لا، هنخش على البرنامج اللي هو هيعدل لك الصوره للمواصفات المطلوبه بالظبط. يلا بينا نشوف. رقم واحد، اول حاجه هنعملها هنخش على جوجل بلاي، وبعد هنا بعد كده نكتب في السيرش هنا دي في لوتري فوتو تول اللي هي موجوده قدامكم دي. تمام، هو ده الابلكيشن اللي انت هتقدر تعدل عليه الصوره بطريقه سهله، مش هتاخد منك دقيقه. اكسبت. تمام كده نعمل اوبن، نفتح. تعالى اول، مش هتكلم كتير، نخش على الاختيار الاول على طول اللي هو فوتو تمبليت. فوتو تمبليت، وبعدين على ايدك الشمال هتلاقي علامه الصوره بتتك عليها، وبعدين بتختار مثلا نختار الصوره الاولانيه دي، وبتبدا بقى تظبط على اساسها او تعدل على اساسها الصوره المطلوبه. طبعا الوش بالحواجب بقبل الدقن حاجة بسيطة، لازم يكونوا موجودين في قلب الدايرة الصغيرة، والودان بتكون ما بين الدايرة الكبيرة والدايرة الصغيرة زي ما انت شايفين كده. نطلع فوق كمان. تمام كده احنا صح. لا، او مش هنبقى صح كمان من حيث المساحه بتاعه الصوره اللي احنا عايزينها، لا ده كمان السايز اللي جوه يعني الحجم بتاع الصوره اللي هم عايزينه اللي هو 600 بكسل في 600 بكسل برضو هيكون موجود، وهوريه لكم حالا اهوت. فوتو سيفت. طب تمام، يس تمام. تعال نخش بقى على الصور ونشوف حجمها كام. نخش على الاستديو. تمام، تعال نشوف بقى ايه الديتيلز. تمام اهو، ريزولوشن 600 في 600، اديك زي ما انتم شايفين اهوت ريزولوشن 600 في 600. ولو حطيت الصوره دي في الابلكيشن او في صفحه التقديم هتتقبل مباشره وفورا. اظن مفيش اسهل من كده. خلص الصوره وبعدين خش املى الاستماره وحط الصورة، وان شاء الله هتلاقيها قبلت 1000000%، وبالتوفيق يا رب للجميع. زي ما قلت لكم قبل كده، يا ريت اللي يشوفني اول مرة يعمل لي سبسكرايب وتديني لايك، ولو عندك اي سؤال يا ريت تكتب لي في التعليقات تحت. بشكركم، اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.